وجمع الريان السكني، ريح نفسك من عوار راس بنيان وهذيلة 17 فيلا بتشطيبات راقية للبيع وسط المزارع قريب من الشارع في ولاية سيب المعبيلة الشمالية. تعالوا نتشوف الفلل. المجمع السكني اللي جاهزات حاليا 6 فلل بشوارعهن بمواقفهن بكل اللي تبوه بداخل كل فيلا. اللي يميز الفلل لهم بابين، واحد للميرس وواحد داخل البيت، ولكن احنا الان بنروح للفيلا الكبيرة. وما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الفيلا الكبيرة وهذه حوشة الميلس وداخل البيت. تعالوا معي وندخل في البداية للصالة. صالة عائلية كبيرة لها بابين، وهذا هو المطبخ والباب خارجي. وفي الدور الأرضي عند الصالة في غرفة للضيوف مع دورة المياه، وهذا الميلس منفصل مع دورات المياه. ونصعد للدور اللي فوق، وأول ما وصلنا على اليمين الغرف وعلى اليسار الصالة، وصالة عائلية مطلة على المزارع، وهذه غرفة مع دورة المياه، وهذه غرفة وهذه حمامها، وهذه غرفة بحمامها. نروح للدور الثالث. الدور الثالث نبدأ بالسطح المطل على المزارع، وعندكم غرفة كبيرة بحمامها، وأيضا هذه غرفة ثانية بحمامها، وعندكم غرفة للغسيل، وهذه البلكون الشرحة. ظل مخيني، كم عدد الغرف؟ 8 غرف. وعطني من الأخير السعر. 105,000. وأول 2 مشترين لهم تخفيض 5%، لهم مكيف طاقة شمسية، وأيضا لهم سرير أو غرفة نوم أطفال. الفلل الثانية 5 غرف وصالة على 65,000، والأخيرة شوي أكبر على 75,000. الفلل الثانية هذا المكان التوسعة الثانية، متنفس بسيط للأطفال، وهذه الفلل في هالمكان الشرح اللي حقيقة يا هال. طبعا على فكرة منطقة كلها مسكونة، دي كلها عائلات، لا تفوتوا هذه الفلل. هذه ب 75 وذيلة على 65 والكبيرة على 105، لا يفوتكم السعر. المكان مراقب بكاميرات، حاطين أيضا للممرات إضاءة بالطاقة الشمسية بحيث أن المكان يكون منور. أسامة، كيف حالك؟ أسامة هو متبرض لكم هني، الله يعطيه الصحة والعافية. العافية أسامة بخيرني، هو تيو هني عنده بيدخلكم الفلل كلها، وإن شاء الله بيقصر معاكم. شكرا أسامة، الله يعافيك.